من حلويات العيد لهالسنة حبيت أقدم لكم بودينج التمر بطريقة مرة سهلة. بيتقدم ساخن والطعم ولا أروع. راح نحتاج بسكوت ميموريز، كريمة طبخ وحليب ومكسرات. حنستغني عن السكر وحضيف بداله تمر قابل للدهن من جودي. حنذوب التمر مع الحليب ونضيف عليه كريمة الطبخ لما نحصل على صوص ثقيل شوية. بعد كده حجيب بسكوت ميموريز، أقطع قطع صغيرة وأضيف عليه قطع من التمر ومكسرات اختيارية. هذا صوص التمر اللي عملناه مع بعض، حغطي عليه كل قطع البسكوت. حكرر نفس الفكرة، بسكوت وتمر وصوص. آخر خطوة حضيف شوية من كريمة الطبخ وأدخلها الفرن لما تتحمر أطراف ويشقر الوجه. قدم ساخن وبالعافية عليكم، وكل عام وأنتم بخير.